لا قيمة لنا ولا بقاء لنا كعرب إلا إذا نسقنا على الأقل وتعاوننا اقتصاديا لنستطيع أن نتعامل مع أوروبا من موقع قوة، وليس كما أراد لنا البعض أن يتعاملون معنا كاتحاد ثم يهزموننا دولة بعد دولة على انفراد. وطبعا مش هرجع منين لأنها مسألة، ولكن خلونا اليوم نقتصر على كيف نتعاون مع أوروبا. ولا أنا عايز أقوله أنه أولا تاني إذا الأمن والاقتصاد أنه لا أمن لدولة في المنطقة إذا كانت هناك دول أخرى تعاني من انعدام الأمن وانعدام الاستقرار. انعدام الأمن وانعدام الاستقرار يعدي الدول الأخرى كالأمراض كما تعدي غيرها بعضها البعض. فمن مصلحتنا ومن مصلحة أوروبا أن يكون هناك استقرار، فلا استقرار في أوروبا إلا إذا استقرت المنطقة العربية، وهم يدركون ذلك وأعتقد يعملون عليه. ومن هنا تأتي أهمية التعاون الاقتصادي، أهمية التعاون العلمي، أهمية التعاون في مجال التعليم، وتأتي أهمية أن نحاول معاملة هذا التعاون بأشكال شتى.